بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. نستكمل الديسوردر أو الاختلال الجهاز المناعي الجزء الثاني. العوامل التي تؤثر في المناعة الفطرية، يعني أول حاجة اختلاف الأجناس. يعني بعض الأجناس عندهم مناعة فطرية ضد الأمراض، والبعض يتميزون باستعدادهم للإصابة ببعض الأمراض. في ناس عندهم مناعة قوية لأنواع من الأمراض، في ناس عندهم استعداد أو استجابة أكثر للإصابة ببعض الأمراض، هذا حسب الجنس يعني. أو في أجناس بتلاقي بصيبها مرض معين بس مش الأمراض الأخرى. العامل الوراثي، في حالات نقص المناعة الوراثي لا يستجيب الجسم لبعض الطعوم اللي هي التطعيمات يعني الفاكسينيشن لانخفاض المناعة الطبيعية لديه. يعني في عنده مناعة بقدرش يطعمه، ليش مناعته ضعيفة؟ ممكن يصاب بالمرض من الطعام. العمر، كلما يعني تقل المناعة الطبيعية في الأطفال والمسنين عنها في البالغين، يعني الأطفال الصغار وكبار السن أو الشيخوخة مناعتهم أضعف من الناس البالغين أو الشباب. الجنين حتى عمر 6 شهور تكون لديه مناعة ذاتية من الأم يكتسبها عبر المشيمة وتظل معه بعد الولادة ثم تختفي تدريجيا، ويكون جهاز المناعة تاع الطفل بدأ يشتغل. الحالة المرضية، يعني لما الشخص مريض غير عن شخص سليم. عند شخص عنده مرض مزمن، عنده سكري، عنده ضغط، عنده أمراض في الدم، عنده سرطان لا سمح الله، مناعته بتكون أقل. الإصابة ببعض الأمراض السكري، نقص إفرازات الغدة الدرقية أو ضعف إفرازات الغدة اللي في المناعة، تفقد خلايا الدم المسؤولة عن مهاجمة المناعة في قدرتها على القضاء عليها. يعني الإنسان لما تكون بالعرض مناعته ضعيفة مبيقدرش برضه، هاي فرصة للإصابة بالمرض بتكون أكثر عنده. الوضع الغذائي، طبعا الإنسان اللي بيتغذى كويس وبياكل فيتامينات وبروتين وخضروات وبياكل يعني جميع محتويات المواد الغذائية. الغذاء الجيد المتوازن يحتوي على مقدار كبير من البروتينات اللازمة لتكوين الأجسام المناعية. نقص الفيتامينات والبروتينات يسبب أيضا نقص في كرات الدم البيضاء وضعف في الخلايا الأكالة اللي هي تسمى الفاجوسايتس المسؤولة عن مقاومة الميكروبات ونقص الجسم المناعي. يعني نفهم إنه كلما كان الغذاء جيد وسليم مناعة الإنسان بتكون قوية. التعرض لجرعات كبيرة من الإشعاع، يعني إذا الشخص تعرض للإشعاع له تأثير ضار على نخاع العظام، بيعمل تصفية لنخاع العظام واللي يكون في معظم الخلايا الدفاعية في نخاع العظام وتفرز منه. يعني زي المرضى اللي بياخدوا علاج بالإشعاع للسرطانات والحاجات هذه بكون مناعتهم متأثرة وضعفت. استخدامات بعض الأدوية بصورة يعني طويلة مدة طويلة تضعف المناعة زي الكورتيزون والأدوية المضادة للأورام والسرطانات، بعض المضادات الحيوية زي الكلورامفينيكول والسلفا والأسترو والستريبتومايسين تؤثر على نخاع العظام وتقلل من إنتاج كرات الدم البيضاء والأجسام المناعية. يعني العوامل بتأثر في المناعة الفطرية، اختلاف الإنسان، العمر، الوراثة، الحالة المرضية، الحالة التغذوية والغذاء، التعرض للجرعات من الإشعاع، استخدام بعض الأدوية. الأدابتيف إميونيتي اللي هي المناعة التكييفية على عكس الجهاز المناعي الطبيعي الذي يستجيب بنفس الصورة للميكروبات المختلفة، فإن نتائج الاستجابة المناعية للجهاز المناعي التكييف تكون نوعية جداً للمستضد أو للجهاز الجسم الغريب الأنتيجنز أو الباثوجنز الموجود. فسبيل المثال، لا تعمل الأجسام المضادة المخصص لبتروكوكوكس على ستافيلوكوكس، يعني في مضادات لكل ميكروب لحد ما تخش الجسم تتحرك ضده. مثلا في مضادات لستريبتوكوكا البكتيريا تختلف عن الستافيلوكوكا البكتيريا، وهكذا. زي ما الإنسان يأخذ تطعيم ل السل أو تطعيم للهيباتايتس أو تطعيم للبوليو،
لحد ما تيجي الميكروب أو الفيروس تبع هذا المرض يتوجه عليه المضاد اللي تبعه الإميونيتي الخاص به، وتتكون المناعة المخصصة بعد التعرض الفعلي للعامل الممرض. يعني لقيت إحنا طعمنا المريض لفيروس اللي شلل الأطفال، إحنا بنطعمه إما يعني فيروس ميت أو مضاعف عشان الجسم يعمل عليه يبني عليه اللي هي أجسام مضادة. فمن حد ما يجي هذا الميكروب على الجسم، الجسم يعني مميزه وعارفه وعلى طول بتوجه له. هاي معنات إنه هذه الاستجابة المتكيفة أو متخصصة، وهكذا وتتكون المناعة المتخصصة بعد يعني يكون الجسم تعرض للعامل هذا الممرض، وتتحسن استجابتها المناعية مع تكرار الإصابة لوجود ذاكرة مناعية على شكل خلايا ذاكرة تائية وبائية، يعني T and B cells، T بالعربي وB بالعربي، يعني أحسن بدون ترجمة نقولها T cells and B cells. هذه T and B cells memory cells، يعني T and B memory cells يعني خلايا اللي هي يعني ذاكرة للميكروب أو المسبب المرضي، وعلى طول بتنقسم إلى نوعين خاملة أو نشطة. طبعا اللي هي الخاملة تحدث عقب الحقن بأجسام مضادة ومحضرة يتناقص تركيزها إلى النصف بعد مرور 3 أسابيع، يعني اللي احنا بنسميها الباسيف اميونيتي أو الغير نشطة. هذا الجسم بيحقنوا فيها أجسام مضادة للميكروب أو للمرض جاهزة، وهذا بيضعف تركيزها إلى النصف بعد مرور 3 أسابيع. بيحضروها إما من مصل الدم أثناء فترة النقاهة من المرض، أو من البروتينات البلازما الدم المعروفة بارتفاع نسبة الأجسام المضادة المناعية بها، والتي يطلق عليها يسمى جاما جلوبولين. لكن المناعة النشطة تتميز بخصوصيتها، أي أن الاستجابة تختلف طبقا لنوع الميكروب. خلاص هذا الميكروب اللي دخل ما له مناعة خاصة، يتم تسجيل كل ميكروب يهاجم الجسم في الذاكرة، وعند تعرضه مرة أخرى للجسم يكون التعامل معه بصفة سريعة وقوية. في بعض الأحيان تتكون المناعة التكيفية مدى الحياة، زي شلل الأطفال، زي الهيباتيتس، زي الحصبة، يعني خلاص مناعة مدى الحياة بدون جرعات تنشيطية. فيها اللي يقولنا نوعين من الخلايا T and B cells. الخلايا الليمفاوية T cells تنشأ في النخاع العظم وتذهب إلى الغدة التوتية أو الزعترية لتنضج فيها، حيث يستطيع التفرق بين خلايا الجسم والأجسام الغريبة عن الجسم. يعني T cells هذه أي خلية غريبة عن الجسم وأنسجة الجسم بتقوم بتواجهها. يوجد ملايين الأنواع المختلفة منها، وكذلك نظرا لاختلاف شكل المستقبلات الموجودة على سطحها، يعني كل خلية مستقبل وحيد يوجد على سطحها للتعامل مع كل مستضاد على حدة. يعني في لها حساسات زي ما نقول أو مستقبل لأي حاجة ضد الجسم أو جاي يعني باثوجينز ضد الجسم. طبقا لنوعية الوظيفة التي تقوم بها يمكن تقسيمها إلى 3 أنواع: خلايا مساعدة هيلبر تي سيلز تبدأ عملية المناعة منها، خلايا سامة سايتو توكسيك تي سيلز، خلايا سامة تقضي على خلايا الجسم غير الطبيعية، خلايا مثبطة يسميها سبرسورز تي سيلز توقف نشاط بقايا الخلايا لإنهاء عملية المناعة. هذه يعني الأدوار اللي بتقوم فيها عشان تعمل المناعة. البي سيلز الخلايا الليمفاوية بي تنشأ وتنضج في النخاع العظمي، تنتج كل خلية جسم مضاد أنتيبادي واحد وتحمله على سطحه، يعني زي العسكري الفردان. عندما تصادف الخلية البي سيلز المستضادة أو الباثوجينز المطابق للجسم المضاد الموجود على سطحها،
فإنها تنشط وتتوالد سريعا لتنتج العديد من الخلايا المشابهة، يعني بتعمل كذا خلية من نفس النوع البي سيلز ونفس الجسم المضاد. حينئذ يتحول بعض هذه الخلايا إلى خلايا بلازمية بلازما سيلز، وكلها تنتج جميعها نفس الأجسام المضادة، ويتحول البعض الآخر إلى خلايا ذاكرة يعني ميموري سيلز، تنشط عندما يعاود نفس المستضاد مهاجمة الجسم. الأجسام المضادة التي تنتجها الخلايا البلازمية تفرز أيضا بصورة ذائبة في الدم، يعني سائحة في الدم موجودة متواجدة على طول. الأنتي بوديز الاي بي بيسموها الأجسام المضادة، هذه متخصصة لتتفاعل مع مستضاد واحد فقط، يعني أنتي بوديز لميكروب كذا لفيروس كذا. تتكون من نوعية من البروتينات تسمى أمينو جلوبيولين أي جي أميونو جلوبيولين آسف أي جي أميونو جلوبيولين، وتكون على شكل حرف واي. يتكون كل جسم مضاد من منطقتين، منطقة ثابتة موحدة في جميع أنحاء الجسم المضادة، ومنطقة مختلفة من جسم مضاد إلى آخر، ولذلك يوجد ملايين الأنواع من الأجسام المضادة. أنواع الأجسام المضادة في الجسم يمكن تقسيم الأجسام المضادة لأربع مجموعات دائما مشوفة في الكتب IgM IgG IgA IgE IgM IgG IgA IgA IgE. الـ IgM تظهر مبكرا في الدم قبل الأنواع الأخرى، وذلك عند الإصابة بالعودة، وتقوم بتنشيط الأجسام المتممة، يعني هذه بتظهر على طول من بعد ما يصير في أي خلل تظهر. IgG أكثر الأنواع شيوعا، أكثر وتبقى في الدم وتدل على التعرض للإصابات السابقة. IgG IgA توجد في اللعاب وحليب اللبا وحليب الأم والإفرازات المخاطية. الـ IgE تلتصق بالمستقبلات الموجودة على سطح الخلايا السارية الماست سيلز، وتلعب دورا في الحساسية والإصابة بالطفيليات. هذه أنواع الأجسام المضادة. الأنتيبوديز أو الأي جي المستضدات، المستضد هو الجزء الذي يرتبط به الجسم المضاد. الأنتيجينز يعني ضد المسبب للمرض، وغالبا ما يكون جسم غريب. أنتيجينز اللي هو الجسم اللي بيغزو، يعني المستضد هو الجزء الذي يرتبط به الجسم المضاد، وغالبا ما يكون جسم غريب. يمتلك كل مستضد عدة مواقع على سطحه يمكن للأجسام المضادة الارتباط بها، لذلك فإن المستضد الواحد يمكن الارتباط به بعديد من الأجسام المضادة. يعني مثلا عندنا أنتيجين أنتيبادي رياكشن، أنتيجين اللي هو الخارجي اللي جاي، وأنتي بادي اللي هو رد فعل الجسم، والرياكشن والتفاعل كيف بتفاعل معه. كيفية عمل الجسم المضاد، عندما يلتقي الجسم المضاد بالمستضد المناسب له في الجسم الغريب المهاجم، فإنه يرتبط به ليعطي علامة إنذار مميزة لبقية الخلايا المناعية مثل الخلايا الملتهمة والخلايا الطبيعية القاتلة والأجسام المتممة لتأتي وتهاجم ذلك الجسم الغريب للقضاء عليه. يعني على طول بتتحد معاه أو بترتبط معاه، وهذه يعني بتدي إشارة مميزة لبقية الخلايا المناعية عشان تيجي تلتهم هذا النوع من الخلايا. يعني لو احنا عملنا رسمة هيك بيانية، المناعة في طبيعية وفي مكتسب. الطبيعية من الأم عبر المشيمة والرضاعة النشطة، يعني احنا الجلد والأغشية الدموية والكيميائية زي الدموع والحواجز، يعني اللي هي استجابة خلوية زي خلايا ملتهمة خلايا قاتلة خلايا سارية أجسام متممة. عناصر السالة زي الانترفيرون البروتينات في الدم.
المكتسبة اللي هي خامل أو سلبية زي الحقن بالأجسام المضادة الجاهزة وسابقة التحضير، نشطة إيجابية خلايا الليمفاوية تي سيلز والخلايا الليمفاوية البي سيلز. الأمراض المناعية أميونو باثولوجي هي الأمراض، دراسة الأمراض التي لها أساس مناعي، ويحدث المرض بسبب استجابة مناعية غير كافية وتسبب أمراض العوز المناعي. أميونو باثولوجي يعني بيكون عندنا الجسم ما عندوش المناعة ولا الجهاز المناعي عنده ضعيف، فبيصاب بأمراض المناعة. الاستجابة، واحد، استجابة مناعية غير كافية اللي هي احنا بنسميها اميون ديفيشانس ديزيز، يعني هذه امراض يصاب فيها الجسم نتيجة نقص المناعة، يعني زي تسبب أمراض العوز المناعي. استجابة مناعية مفرطة وتسبب أمراض فرط التحس، هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، يعني بتلاقي عنده المريض زيادة حساسية، دائما يعني عنده حساسية زيادة وردة الفعل الجسم زيادة. استجابة مناعية غير مرغوب بها وغير ملائمة تسبب أمراض المناعة الذاتية، سموها أوتو أميون ديزيز، يعني الجسم بيعمل ردة فعل لخلايا موجودة في نفس الجسم وهذه يعني مش مرغوب فيها. وهذه الهايبر سنسيتيفيتي مفرطة ممكن تعمل حساسية زيادة. هذا نقص المناعة زي الإيدز، أمراض الإيدز، الأمراض المكتسبة، أمراض نقص المناعة المكتسبة. أمراض العوز المناعي تنقسم إلى يعني نوعين، بدائية تظهر عند الولادة بفعل عوامل جينية، ممكن الطفل بيولد ضعيف مناعته، أو ثانوية مكتسبة نتيجة معالجة دوائية أو آليات مرضية. يعني ممكن تولد الولد خلقة مناعته ضعيفة، أو ثانوية نتيجة تعرض الجسم لأمراض لعوامل في تقدم في السن، يعني زي التقدم في العمر في السن، سوء التغذية المزمن، الآفات الاستقلابية، يعني الأمراض زي السكري، القصور الكلوي، بعض الأدوية اللي هي زي الأدوية السامة للخلايا، استئصال الطحال، الإيدز كمان، يعني قلنا التعرض للعلاج الإشعاعي برضه هذا بينقص المناعة في الجسم. الاستجابة المناعية المفرطة تسبب ما يعرف بتفاعلات فرط الحساسية، حيث أن تضخيم الاستجابة المناعية في بعض الحالات قد يكون مؤذيا أكثر مما هو مفيد للجسم. يعني الإنسان بصير عنده حساسية زيادة، وهذا بتصير عنده حساسية مرضية، مثلا لو عنده حساسية زيادة للبنسلين أو لكذا، حيث أن الاستجابة المناعية المبالغ فيها تؤذي العائل نفسه، وتكون هذه الاستجابة موجهة ضد مواد غير ضارة مثل الغبار الطالح كما في حمى القش، بينما تكون في أحيان أخرى موجهة ضد عامل ممرض، ولكن يكون تأثيرها مدمر لأنسجة الجسم. يعني بيكون بصير بقول لك فلان صار معه حساسية وتضر ومات وصار يهرش وصار كذا، تعمل مرض عنده. أنماط تفاعلات فرط الحساسية أنافلاكتيك أو إميديت هايبر سنسيتيفيتي اللي هي يعني تحدث تفاعلات من النوع الأول، تحدث غالبا لدى أفراد لهم استعداد وراثي وتحسسي مسبق من محسن ما أو من محصن ما الأليرجين، زي الناس اللي عندهم حساسية للبنسلين مثلا ممكن يموت من الحساسية، أو ناس عنده حساسية للزهر، حساسية للروائح، حساسية لكذا، حساسية للغبار. وكمان ردة الفعل الحساسية بتظهر خلال دقائق، ويحتحدث الاستجابة خلال دقائق من التعرض للتحسس. ويمكن الكثير من الأدوية المركبات الطبيعية والصناعية، حتى بعض الأطماع أن تثير تفاعلات فرط الحساسية. يعني في ناس عنده حساسية للبيض، حساسية للسمك، حساسية للبتنجان، حساسية لأكلات معينة، أو حساسية لروائح معينة، أو مركبات طبيعية أو عطور مثلا، أو مركبات صناعية، مواد كيميائية، روائح كيميائية. هذه تكون فرط حساسية ممكن يعني تكون تتراوح ما بين خفيفة عابرة وخطيرة مهددة بالحياة، زي الناس اللي بصير عنده مثلا حساسية لدواء البنسلين ممكن يموت فيه.
بعض الهاي فيفر يعني الحمى الصفراء، بعض أنواع من الأمراض زي الربو، زي الهاي فيفر، حمى القش، الأرتكاريا أو الإكزيما. عندنا كمان السيتوتوكسيك هايبر سنسيتيفيتي، تفاعلات النوع الثاني، ترتبط الأجسام المضادة مع المستضدات على سطح الخلية، مما يؤدي إلى حدوث ثقوب في غشاء الخلية ويؤدي لتحلل الموت. يعني كيف بتصير عملية القضاء على هذا السيتوتوكسيك، يعني قاتلة أو مسامة للخلية، بتعمل ثقوب في سطح الخلية أو في المجدار، وبتعمل يعني تدخل غشاء الموت للخلية في الخلية وتحللها وتموت فيها، مثل مرض فقر الدم من انحلالي. هايبر سنسيتيفيتي اميون كومبلكس، تفاعلات النوع الثالث، بصير عندنا تشكيل معقدات اجسام مضادة ومستضد، انتيبادي، انتيجين انتيبادي، تترسب في انسجة الجسم ويؤدي الى موت الخلية، انتيجين انتيبادي كومبلكس، يعني معقدات اللي انتيجين انتيبادي موكس لردة فعل الجسم للمضاد. الروماتيك فيفر أمثل عليها التهاب الحمى القرمزية اللي بتصير في هذا، التهاب المفاصل الروماتيزمي، حمى الروماتيزم، سيستميك لوبس إريثيماتوسس اللي هي الذئبة الحمراء. الديليد هايبر سنسيتيفيتي، تفاعلات النوع الرابع، يعني تظهر مش خلال دقائق، تظهر يعني بعد فترة، بعد يوم أو بعد ساعات أطول، تظهر بعد 24 ساعة من التعرض للمستضد، وتنشأ تنشط وتنشأ في تف من تفاعلات الخلايا، خلايا الذاكرة التائية تي سيلز، يعني مع مستضد سبق وأن تحسس منه المريض، ولا دور للأجسام المضادة هنا. يعني تكون مخزن التي سيلز، هنا تحدث الاستجابة المناعية ضد خلايا الجسم المختلفة، وقد تكون الاستجابة موجهة ضد نسيج واحد في عضو واحد، مثل داء الكراون الذي يصيب الأمعاء اللي هي كرونز ديزيز، مرض الكرونز ديزيز. لكن عندنا الأشياء عن تصيب أنسجة موجودة في عدة أعضاء الجسم مثل اللوبس، أمثلة الأمراض المناعية الذاتية، Allergic Encephalitis، التهاب الدماغ التحسسي، Multiple Sclerosis، مرض تصلب الأنسجة، Type 1 Diabetes Mellitus، النوع الأول من السكري، خاصة بصيب صغار السن، Ulcerative colitis، التهاب القولون التقرح. هذا جزء الانتهاء الخلايا اعتلال الـ Immunity Disorder. السلام عليكم.